وصلوا من العراق قبل شويه. طيب اخوي ابو مريم اذا تكرمت عليه، كيف كانت اعياد الاحوازيين؟ هذا يعني هذا العراق شويه اتصل علي كم. والله بخير الحمد لله، رغم الاضطهاد وهاي احنا بخير، بس اذا داخل على مود هذا العراق غير يسال. طيب انا اشكر، كنت اتمنى انه اذا كان هناك ممارسات من السلطه الايرانيه بخلاف يعني المعتاد خاصه في الاعياد لافساد اعياد المسلمين، كنت اتمنى انك تتحدث عن هذا اذا كان لديك ما تستطيع ان تتحدث به. معي ابو مريم. يعني احنا بالاحواز عايشين غصبا عليهم. الحمد لله، كثر الله خيركم يا ابو مريم، وباذن الله منصورين باذن الله، وطبعا لا تاتي العزه الا بعد الصبر والاتجاه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. شكرا لك ابو مريم، يعطيك العافيه. شكرا لك. ذكر كلمه اخوي ناصر، استاذ ناصر، اننا ذكره غصب عايشين في بلادنا، معنى كلامه يعني غصب عليهم يعني. ايش توحي لك هالكلمه هذه وهو يتحدث الان من الاحواز؟ كما تعلم ان الاتصالات مضبوطه عندهم ومحاصره، وليس الكل يستطيع ان يتصل خاصه مع قناه صفا. نعم، شوف اخي، خل اقول لك شيء، الاعلام العربي والاسلامي اللي توجه للقضيه الاحوازيه هي كانها يعني صدمه للنظام الايراني. الان كل الشعب العربي الاحوازي، مو ما نقول الكل بس الاكثريه والمهتم بالشان العربي الاحوازي، يعني بدات قناه صفا وقناه وصال والقنوات اللي تهتم بالقضيه الاحوازيه، بدات يعني لها ثقل في المجتمع، وردا على هذا قام النظام الايراني بانشاء قناه الاهواز وبالعربيه، وقاعدين يبذلون الملايين، يبذلون الملايين بس يعني يسكرون اعين الناس حتى لا تتجه صوب كلمه الحق. نعم يعني الناس عايشه بغصب. احتفال كان في على شاطئ ضفاف كارون، وكان الاحتفال ودعوه عربيه، من اجى الليغات؟ اولا قوات التعبئه وقوات المخابرات الايرانيه كانت قبل ساعتين او ثلاث في المكان، وايضا تفاجأوا الجمهور تفاجأ، يعني كان منتظر بان تكون هناك يعني مراسيم او نشاطات عربيه، فجاه اجت مسرحيه فارسيه ولا لها صله بالموضوع، يعني يوم واحد ومناسبه واحده وترخيص مره بالسنه، وسووها ايضا يعني حرفوه وخلوا مسرحيه فارسيه وضحكوا على الناس، وهي بما انه يعني كانوا متواعدين بان يوم عيد الفطر والنشاط يكون عربي مع الاسف الشديد، ولكن شيء اللي الحلو والذكي يعني لابد ان نذكره ان كل مدن الاحواز والشرفاء والطيبين ساهموا وخلوا ايد على ايد. طيب، وبدت الاحتفالات. طيب تسمح لي استاذ ناصر، اخذ اتصال من محمد من العراق، تفضل محمد. الو، حياك الله محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة السلام الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا ريت محمد قصر لي التلفزيون واسمع من التليفون. تحية لك ولضيفك الكريم. حياك الله. ماشي صار تتدلل. نعم. يا أخي بالنسبة للأخ العراقي اللي كلمك قبل دقائق اللي هو اسمه ريسان. نعم يا اخي، هذا يتجافى والحقيقه والصدق على الاطلاق، يعني ما كان صادق في كلامه معكم. من اي ناحيه؟ يعني بالنسبه للعيد اللي اعلن يوم الخميس، عيد الفطر المبارك. نعم نعم، اعلن مباشرة للسيستاني انه يوم الجمعة عيد، يعني المبدأ الموجود عندهم خالف تعرف. جميل، وهذا مبدأ الروافض، مبدأ معروف يعني. وهذا العداء متجذر فيما يخص المذهب الشيعي ضد المذهب ضد السنة على الاطلاق يعني. نعم.
بس كلامكم الوارد صحيح، وحسب الاخ الاحوادي قبل لحظات على الريسان في مكانه. اخوي محمد شوف، وانا اقولها وانا بعيد عن ايران وبعيد عن العراق، ناهيك عن التدخل. محمد اخوي محمد، انا اقول هذه الكلمات وانا في امان واطمئنان، لست يعني بصدد ان انافق احد او اتحدث عن احد حتى استجلب يعني عطفه علي. والله لسنا طائفيون، والله لسنا نكره الشيعة كرها حتى الموت، لا والله، ويعلم الله ذلك، بل والله نحن نريد التعايش كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ضرب بالتعايش مضرب المثل الرائع حينما كان جاره يهودي. نعم، حينما كان جاره يهودي. فنحن لا نريد إلا التعايش، ولكن لا نريد بنفس الوقت أن يكون هناك عبر المنابر سب للصحابة رضي الله عنهم، سب لعائشة رضي الله عنها. بل والله وأنا أقولها ليس نفاقا أو خوفا من أحد، لم أجد أحد على منابر أهل السنة والجماعة يشتم الروافض شتما علني في كل جمعة، ربما يخصص لبعض الخطب ربما تخصص لفضح الروافض، أنا معك في هذا، ولكن يوميا أو في كل جمعة يتم سب الروافض أو سب خميني أو سب مثلا الخميني، وأنا أقوله عليه من الله ما يستحق، والله لا يوجد بتاتا. أما الشيعة يعني حدث ولا حرج في صلاتهم في كل صلاة، هذا إذا كان هم أساسا.